اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مختصر مفيد. بيتنا ونلعب بي شلها غرض بينا الناس. هاي نعرفها عبارة، كلمة، بيت شعر، اغنية، مقولة، شو نريد نسميها، هوسة نسميها. بس هي جاية من واقع عراقي محض. شلون؟ لانه العراقيين دائما متعودين انه على البيوت الشرقية والافقية بشكل عام. احنا ما عندنا ثقافة البناء العمودي الا مؤخرا. فمن زمان كنا ببيوتنا احرار، نلعب نقمز مع من اثر على الجار، الحيطان قبل عريضة، ذاك من ذاك اللي يأثر على كلش صوت عالي ويأثر على جيرانه. دا نسمع هاي الأصوات هسه وتأثيرات الجيران اللي ما عدا احساس. ناس تشتغل، صارت بالآونة الأخيرة عندنا المجمعات السكنية اللي مبنية على أساس عمودي. فالبناء العمودي اللي موجود دائما اكو سببين رئيسيات لعدم راحة الساكن بها، او بعض خلينا نقول منهم. السبب الاول انه لما بنوها للمجمعات السكنية بهذا الهيلمان والبناء والصرف والديكورات والخطط والخرائط الحلوة والمجمعات الحلوة والشوارع والكذا، ما حسبوا حساب العزل، ما حسبوا حساب عزل الصوت بين شقة وشقة. ولهذا اغلب المجمعات السكنية واغلب الساكنين بالشقق الجديدة اللي بالمجمعات الجديدة يعانون من تأثير اصوات الجار وحركتهم وبكي اطفالهم ولعب جهالهم، وحتى مرات اي شيء توقع خرزة بالقاع دعبلة صوتها يبين عند اللي جواه. لهذا احنا كعراقيين، وبما انه لانه متعلمين على البيوت الشرقية وهسه صارت عندنا مجمعات سكنية، بناء عمودي، شقق، لازم نحسب حساب الجيران. لازم دائما الجار قبل الدار، واحنا من زمان نعرفها. هسه انت ما عندك بس جار واحد او جارين، هسه عندك بالطابق مالتك 4-5 جيران، فوقاك 4-5 جيران، جواك 4-5 جيران، كلها واحد يأثر على الاخ، كل صوت يأثر على صوت على راحة الجار. دا نسمع احنا الدق هسه يمكن، ودا تسمعون هذا الدق، هذا الشيء موجود ويعانون منه كل اللي قاعدين بالمجمعات السكنية. فعلى الناس، وبما انه ماكو عزل، لازم احنا شوية نعزل نفسنا، لازم شوية نحسب حساب الجيران. من نسد الباب مو نرقعها طب ما طب، يعني اكو اشياء غريبة والله واحد يتعجب عليها. يعني باب ليش اسدها بصوت عالي؟ الطفل اللي ذا يبكي ليش اخليه يبكي كل شو هواية وما احسب حساب الجيران؟ اذا يلعبون الجهال ليش ما نحسب حساب اللي قاعدين جوانا وراح نأثر عليهم؟ هذا مريض، هذا نايم، هذا جاي من الشغل، الدق مشتغل وبيتنا ونلعب بي وشلها غرض بينا الناس صارت قديمة. ليش؟ لأنه هسه قلنا صار البناء عمودي، وبالإضافة لذلك البيوت زغرت. خاف البيوت قبل كانت كبيرة وبيها مساحات وواحد يقدر يتحرك براحته، هسه لا، البيوت صغار وواحد بصف الأخ وواحد يأثر على الأخ، وبعد ماكو بيتنا ونلعب بي وشلها غرض بينا الناس. لا، إلها غرض بينا الناس ولازم نحسب حسابهم. والسلام عليكم.